أنا اللي بغيت من الصحافة المغربية ووسائل الإعلام أن فشلات ولو كيستغلوا الناس ولو كيخدروا به الشباب ديالنا، مصطلح فساد، لا المفسدين، جايز فيها اسد مصطلح سي بودريق، انت اللي قلتي على الهواء مباشره، ما جبناش حنايا في الصحافه غير نقلت ما طلعوا أنا بودريق أتكلم، في الكتب. أنا كنتكلم، أنا عارف تكلم، درا تكلمت في 2000 في واحد الوقت كنهضر على دابا. أنا كنقول لك دابا، حاليا حاليا 2020 في رمضان قربنا العيد ان شاء الله الحد ولا اثنين، كنهضر معك على دابا. ان شاء الله يعني خطاب العدميه راه خصو ينقش شويه عندنا. نعطيك سؤال ديال دابا، اعطيني مرحبا. واش انت عجبك ان جامعه ملكيه مغربيه لكره القدم بالميزانيه ديال الجامعه بالمؤسسات اللي عندها باللجان القضائيه المستقله اللي عندها ما قدراتش انها تخرج قرار يهم مباراه ديال فريق الرجاء الرياضي وفريق الدفاع حسني الجديد؟ هذا موضوع شائك فهمتي، وما عمره مش تحط النقاش عليه. هيكون يعني كيبان الموضوع عادي جدا يعني. طب انت كيبان لك عادي، انا ما كيبانش لي عادي، واحد اخر كيبان لي عادي. أعطينا وجهة نظر الجامعه، ديالك في شوف الموضوع. انا وجهه النظر ديالي، يعني طال الزمان او قصر غيكون قرار في هذا الملف فهمتي، وخص الجميع يحترم القرارات ديال الجامعه، خصوصا واش خصوصا ملي غتكون بنصوص قانونيه. واش كاين تاخير؟ نقول لك كاين اكراهات، يعني جاو مقابلات، جاو هذا سميتو، جا كاين دابا الكورونا، كاين عده اشياء، بالتالي الناس عندها اكراهات. علاش قبيله نظريه المؤامره سي امين خصها تنقص؟ حنا لا انت ولا انا ما يمكنش ناخذوها بحسن نيه، خصنا ناخذوا داكشي بنيه حسنه، واش فهمتي؟ واش ندخلوا بسوء النية؟ واش هادي؟ واش كاين هنا؟ واش ممكن؟ لا، راح يدخلوا هذه تماما في النية الفضاء. الحسنة، النية الحسنة ديالك ما كانتش في البطولة ديال 2016 ربما اللي داتها فريق الفتح الرباطي في الأخير على ما أظن، اللي ما خدتش أكيد. ممكن